السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناه لاله رشيده. واليوم البنات خوتي خواتاتي مرحبا بكم معنا. غادي نقدموا لكم واحد الاكله تاع زمان اللي كانوا كيديروها الوالدين. حنا في هذا الوقت هذه افتقدناها، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. هي غادي نديروا القديد بداز تاع الدرا عند الدرا، اللي كيقولوا بداز جوه الحوز والكره شي كيقولوا بداز من واحد الشلوح تيديروا داك تيقولوا الطعام بالدرا. هانتوما كتشوفوا هنا عندنا القديد، غادي نديرو بعدا نصبو. عندنا القديد تاعنا يابس وفسقناه غسلناه بالملحة. هانتوما كتشوفو دابا نديرو في الكوكوط. غادي نصف الكوكوط حيت مشى الحال، اللي بغا يدير في البرما يدير. غادي نديرو ديريكتومو في الكوكوط. هانتوما كتشوفو عندي هنا درت القديد. انا غادي ندير سكين جبير، هي الضرا راه كتبغي شويه العطريه. درت معلقه ونص تاع سكين جبير، هنا تقريبا معلقه تاع البزار، وهنا معلقه تاع الخرقوم. الزيت البلديه وهادشي اللي كنديروا فيه غير ثلاثه الحاجه د العطريه، غير سكين جبير والخرقوم والبزار والزيت البلديه، حيت هو ديجا راه مشحم. يا هي بداس كيبغي شويه ليدام. هانتوما كتشوفوا كنديروا هادشي، وغنديروا مطيشه. عندنا هنا مطيشه جبنا شبصله عندنا مطيشه، غادي نحكو مطيشه نتاعنا واحد ثلاثه د المطيشات. وعندنا الفلفله حاره، وعندنا القرعه هذه القرعه حمراء هذه وهذا الشكل هذا، وعندنا معدنوس، وعندنا هذا الكروب ولا المكور ولا كل واحد اش تيقولوا له، ولا لوشو بالفرنسيه. معدنوس، عندنا اللفت على الاشكال، درت هذا فيولي، ودرت هذا الابيض الطويل والصفر، وعندنا بطاطا حلوه، عندنا خيزو، وهذا الشيء اللي درت. والحمص، الحمص ها هو هنا، الحمص غادي نلوحو مع اللحم، حيت هو فيه شويه طياب، غادي نلوحو مع اللحم، تسخر عليهم الكوكوط شويه، عاد غادي نردهم في البرما ونفور عليهم. هانتوما كتشوفو، دابا غادي نحك مطيشه، غادي ندير الزيده هنا والبصله، تابعوا معنا. البنات هانتوما كتشوفو، هو غادي نزيدو معدنوس، قبيضه د معدنوس، وغادي نديرو هذا المكور حيت هو كيهز الطياب، جوج طريقات. غادي ندير مطيشه قطعتها، هو كتبغي الدراره كتبغي مطيشه، وغادي ندير البصله، ديال البصله نتاعنا. غادي نردو دابا يتقلى، ومن بعد غادي ندير المرقه نتاعنا. ندير المرقه الكافيه حيت الدراره كتبغي تشرب، كتكبي فيها المرقه وهي كتشربها. البنات هانتوما كتشوفو، هيا عندنا الدراره نتاعنا. نجيب موس، هي الدرا نتاعنا. هذا البنات هذه الدرا كما كتشوفوا، هي شريتها من المكازا بيو، درا طبيعيه. وهي هاد الدرا هذا راه ماشي سميده، هذا راه طعام نتاع الدرا هو الفتول، طعام نتاع الدرا ديجا الفتول. ها هانتوما كتشوفو الدرا الطعام هو الفتول نتاع الدرا، كيتوجد في المكازا بيو. هانتوما كتشوفو هاهو، غادي ندير كيلو نتاع الطعام. انا كيعجبني ندير دايما بزاف كاينه غير واحد جوج صحاباتي، ولكن الدراري ما تياكلوش هذا الشيء، ما بغاوش ياكلو يقدر. ما عمر ما درتو لهم بحق شحال هذه، درتو ملي كانوا صغار، ما نعرفوش ياكلوه ولا لا. هذا كيلو نتاع الدرا، الدرا تبارك الله تتاكل غير شويه تتبهم. غادي ندير فيه شويه الزيت البلديه باش ما يتلصقش. غادي نحركو مزيان، هو قلت لكم البنات هذا راه ماشي سميده غليظه، هذا راه كسكسو نتاع الدرا، هو كسكسو مفطور بالدرا. درتو هكا، درت له الزيت، ما بغيتش تدهنيه بالزيت ما دهنيش، انا غير درت هكا للبنات المبتدئات باش ما يغلبهمش باش ما يتكورش. حتى الطحين تاع الدرا راه تقدري ديري، راه كتشرب الدرا، كتشرب الماء،
احسن تكون. دابا شي نص لتر د الماء هذا اللي درت ونزيد البرام تاعنا مزيان باش تشوفوا بغيت حركي هكا كتشرب داك الماء تاعها. تبارك الله كتصفرا حيت راه الدراد بيو هذا طبيعي ما فيهاش. نتوما البنات دابا غادي نخليوها هكا تشرب وغادي ملي غتشرب غادي نديروها في الكسكاس وغادي نفوروها التفويره الاولى وغادي نخليوها طيب واحد ثلث ساعه ولا نص ساعه وهي كتفور حيت راه ماشي بحال الطعام هي دغيا يطلع فيه هذا وتحيديه خاصها تجلس طيب مزيان باش طيب الضره. تابعوا معنا البنات هانتوما كتشوفوا ها هو الطعام تاعنا شرب ولقيت مازال خاصو شويه د الماء. هانتوما ما تلصق به حتى شي حاجه غادي نزيد له الماء شويه الماء حيت هي الضره كتشرب بزاف د الماء كي قلنا هي الضره كي كتحب الضره بحالها بحال الرمله بحال كتكبي الماء في الرمله هكا كتزيد ترشيتها حيت انا ما عمر ما خدمت بها الطعام هكا بالضره ديجا مفتوله ما عمر ما خدمت بها كنخدم غير بالضره طبيعيه غير الطحين تاع الضره وهكا الطعام الضره ما عمر ما خدمته اول مره في الحقيقه عاد نجربو هو راه كيشرب الماء ما كيتلصق ما والو. دابا زدت له الماء انتما كتشوفوا هو ما حيت كتزيدي الماء هو كيشرب شفتوا في الماء ما حتى شي حاجه. دابا راه تقريبا يطرد الماء اللي درت فيه هذه راه تتهز يطرو ولا اخر يطرد الماء اللي درت فيه يطرو نتاع الماء اللي هزات كيلو نتاع ولا يطرو شي شويه ما حدك انت كديري الماء هو كيشرب. سمحوا لي كنخدم غير بيد وحده حتى كنخدم بيد وحده انتوا. دابا غنخليه يشرب شويه عاوتاني وعاد دابا غادي نديرو يتفور ونيتفور التفويره الاولى نخليه يطيب واحد ديك يتفور بين يطلع البخ حسبي واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه هو داك الفوار داك الصه طالع فوقه وعاد غادي نعاودوه. راه تابعوا معنا البنات البنات انتوما كتشوفوا ها هو الطعام تاعنا تفور الدره نتاعنا هي تفورات تبارك الله كتجي صفراء غزاله ما كتلصق ما والو. دابا غادي نديرو عليها بحال الطعام غادي نديرو عليها الملحه ندير غير شويه الملحه ديجا الملح باش ما يجيناش مالح وغادي ندير الماء. هي البنات كيقول لكم هي الدره راه كتبغي الماء تقريبا البنات ما بين المعاوده وفي النوبه الاولى باش رشيتها جوج طرود الماء اللي هزات كيلو كيلو تاع الطعام جوج طرود الماء نديرو شويه الزيت باش نعطي شويه الزيت البلديه اللي بغا يدير الزيت يديرها انا كنفضل الزيت البلديه سخونه خاصها تخدم وهي سخونه. شوفوا البنات دابا راه بارك عليها انتما كتشوفوا كدير بها هكا هي كت راه شاربه دابا غادي نخليوها تشرب و دابا غادي نخليوها تشرب ونوليو نعاودو نفوروها. تابعوا معنا خوتي خواتاتي هانتوما كتشوفوا ها هو بداز نتاعنا كيوجد هانتوما كتشوفوا دابا بداز نتاعنا بالقديد ان شاء الله نتمنىكم تجربوه وينال الاعجاب نتاعكم. لاله سلوى خاصك تذوقي وتقولي لنا اسا لاله سلوى كديره معايا سلوى صاحبتي خالتي خدوج فاطمه عليكم السلام مرحبا بكم تبارك الله عليك انت ذوقي وقولي لنا الله يعطيك الصحه والله كيجي انتما كيجي زوينه البنات هاد الطعام اللي مفتول نتاع الدره الطعام الدره هو مفتول راه كيجي حسن من ديك حسن من بداز هكاك غير داك الطحين تاع الدره اللي كنفورو. انا اول مره جربت هذا اللي مفتول هذا اللي مفتول كيجي بحالو بحال كسكسو قالت لك صاحبتي ما كيجيبش انتما كتشوفوا احنا غادي ان شاء الله نقصروا عليه هاد العشيه
وجمعة مباركة، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين كاملين. والبنات ما تنسوش تدعمونا وتعاونونا بلي لايك وابوني، وشكرا لكم وتبارك الله عليكم والله يسهل على الجميع.